بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدي قناة الزهراء الفضائية، وها نحن وإياكم في درس جديد من دروس كربلاء. فريضة لا يختلف شأنها ووجوبها عن وجوب الصلاة، ولا يختلف ثوابها وثواب أدائها عن ثواب الامتناع عن سماع الغناء أو أخذ الغيبة أو الانتهاء عن ما نهى الله عنه أو الائتمار بأوامره. فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة مهمة، كان لها صور في الطف، منها صور عدم انتهاك حرمة الكعبة واحترام وشائج القربة ورفض البدء بالقتال. هذه النقاط سنكون وإياكم مع وقفة حسينية توعوية مهمة في برنامج دروس كربلاء. نحن وإياكم من جديد نرحب بترحاب يتجدد ببركة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بسماحة الشيخ مهدي الطرفي. السلام عليكم سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا الأقدس، عنوان مهم تدخل تحته عناوين فرعية، يمكن أن يقول كما يقول المناطق أو اللغويون عنوان أولي وعناوين ثانوي. بارك الله. تفضل سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. طبعا لا أخفى عليكم أخي العزيز والكريم على أن الواجبات على قسمين. قبل أن أبدأ بالواجبات على قسمين وتقسيم الواجبات، طبعا الواجب ينقسم من عند الجهات على قسمين. نحن عندنا أصول وعندنا فروع، أصول الدين فروع الدين. أصول الدين عقدية أو عقائدية وليست عملية، لا تقليد فيها، لا تقليد فيها. والله أنا أبوي قال الله واحد، أنا ما أقول الله واحد، لا ما يصير مولانا، حجة ودليل وأقنع. لكن فروع الدين أعمال عملية، عبادة عملية، يعني تحتاج للمرجع فيها من أمر ويتبع، لابد أن يتبع. يعني عبادة عملية مثل الصلاة تحتاج إلى عمل، مثل الصيام يحتاج إلى عمل، يعني متركبة من نية وأفعال وأقوال. بارك الله فيكم. ففروع الدين عشرة، هذه العشرة الصلاة والصيام والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحاج والتولي والتبري، عشرة. هؤلاء العشرة على قسمين، وطبعا واجبة، لكن واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني أن الإنسان يأتي بهذا الواجب بنفسه، ولا يجوز أن يأتي بهذا الواجب غيره بدلا عنه، أو يأتي به عن غيره. عن غيره، مثلا الصلاة واجب عيني، يعني ما دام هذا حي ما يصير واحد يصلي مكانه مولانا، إلا إذا مات ممكن بالإجابة، إذا مات نعم. الصيام واجب عيني، الحج واجب عيني، هو بنفسه إن استطاع إليه سبيلا، يعني بقيد الاستطاعة، بقيد طبعا به قيود، لكن إن استطاع فهو يكون واجب عيني، طبق الشروط اللي موجودة، إن استطاع جسديا وماليا وكذا. أنا أتخطر في اليوم كنا في حسيني نقرأ، لما خلصت المجلس قبل سنوات عديدة، يعني ما يقارب 9 سنوات 10 سنوات قبل، كنت على المنبر، لما نزلت من المنبر فخرجت من الحسينية كانت مجموعة من الإخوة هم معي، فطبعا أنا منذ الصغر وأقرأ منبر، منذ الصغر يعني أنا كنت مولانا الأقدس 5 ابتدائي، وكنت أدرس الحوزة العلمية والمدرسة الأكاديمية، يعني 5 صغير، يعني كنت أصغر يعني طالب من طلاب الحوزة، الحمد لله رب العالمين. فلما طلعت من الحسينية شفت فد رجال واقف بباب الحسينية عنده سيارة كلش حديثة، حديثة بشكل، وغني يعني واضح أنه من ملبسه ومن سيارته ومن زعابيله مولانا، مبين أنه غني. فلما طلعت مولانا هو استقبلني، سلام عليكم كذا فلان، قلت له نعم، قال أنا رجل غني، قلت له إن شاء الله الله يكثر خيرك بالحلال، قالوا ما محتاج شيء غني بشكل الحمد لله، زين سؤالك، قال أنا صلاة ما أصلي، قلت له زين السوي، قال صيامها ما أصوم، قلت له خوش، مريض، قال لا، تعبان، قال لا، قلت له عندك عذر شرعي، قال لا،
ما أريد أصلي وما أريد أصوم. قلت له خوش. قال وما أحب أن الله يعذبني في نار جهنم. قلت له ما يصير، يعني أنت تريد يعني هم تريد البركة في يوم القيامة وتريد أنه لا تعبد الله تعصي الله، أنت هذا ترك الواجب معصية، مسألة غير منطقية. مريود تفضل سؤالك شنو؟ قال أنا أعطيك ما تريد من الأموال. صلي مكاني. والله صلي مكاني. أعطيك ما تريد من الأموال، صلي وصوم أو وكل جماعة يصلون ويصومون عني. قلت لما دام هذا خشمك يشم الهوى ما يجوز، لابد أن تصلي أنت بنفسك وأن تتصوم بنفسك، بعدين من بعد الموت هم أنت ما مصلي عمدا، مو لعذر شرعي، أنت ما صائم عمدا، يعني تترتب عليك كفارات، يترتب عليك موت، يترتب عليك قضاء، يترتب عليك هواي أمور، هواي قضايا تترتب عليك. فمولاي هذا واجب عيني، ما دام الإنسان حي لابد أن يصلي، ما دام الإنسان حي لابد أن يصوم، ولا بد أن يأمر بالمعروف. بعدين ننتقل للواجب الكفائي. من جملة الواجب الكفائي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا فعله أحدهم خلاص يسقط عن الغير. الواجب الكفائي من جاء به، إذا أحد عمل بهذا الواجب يكف عن الغير. سمعت شيخ، لكن هذا الموضوع يعني أنا على فهمي القاصر أفهم المسألة كالتالي. نعم. الصلاة هي مسألة معينة. نعم. الصلاة واحدة، صلاة الظهر ليوم الخامس من شوال مثلا صلاة واحدة أأتي بها أنا، يجب علي أن أأتي بها، إذا موت فيأتي بها شخص عن هذا الأمر. بعد من بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المواضيع متعددة. نعم هسه أشرحها. كيف يكون كفائيا؟ هسه أشرحها. يعني كيف يكون كفائيا؟ مولاي رأيت واحد على معصية امرأة في حالة مخصوصة. أي نعم نعم طبعا في حالة مقيدة، مو في كل الموارد مولاي. يعني مثلا نساء أربعة يمشن بالطريق، فشاف ان بنية مو محجبة، بنت غير ملتزمة. هذه الأربعة أو هذه الخمس نساء واجب عليهن شرعا إن توفر الشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مولاي. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، له شروط هواي مولاي. إن تحققت الشروط واجب على هذه النساء الخمس أن يأمرن بالمعروف وأن ينهينا عن المنكر. إذا وحدة تبرعت راحت نصحت البنت، سقط عن الباقيات خلاص. يعني هل يتصل الأمر بنجاحها أو فشلها؟ بعد هذا نجحت أو فشلت تأدي الواجب اللي عليها. وإذا كانت واحدة من هؤلاء الأربعة أو الثلاثة الذين اللائي بقينا، لو ذهبت لأدت أداء أفضل من هذا؟ لا، لو ذهبت مولاي أدت أداء أفضل، فهذا يعني هو الواجب سقط سقط، فشي بديهي. نتكلم عن الواجب، لكن من باب الأفضلية شيء آخر، من باب الأفضلية شيء آخر. أنا أصلي ببيتي صلاتي مقبولة؟ صلاتي مقبولة، لكن إذا صليت بالمسجد صلاتي أفضل وأقرب إلى الله. فهذه مولاي النساء يعني يمكن أن فلانة تذهب تؤثر أكثر، هذا بعد اختيار فيما بين النساء، لكن من باب الوجوب الشرعي إذا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجب الكفائي زي مولانا، مثل قضية رد السلام، مثل قضية تجهيز الأموات، مثل قضية طلب العلم لولا نفرون، هذا واجب كفائي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا بعض العلماء يقول لك إذا صار تكثف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شخص واحد، طبعا مو بشكل عام، لا على شخص واحد، يمكن يصير ملل وانحراف من الجانب الآخر. مثلا واحد كذب، أنا أجي أقول له لا تكذب، الكذب حرام. الثاني يجي يقول له لا تكذب، خلاص قال لي كافي. يجي الثالث، يجي الرابع، الخامس، وإذا هذا ينحرف طبعا ممكن أن يزداد زين، ويحاول أن يعاند، يعاند أي طبعا يعاند مولانا. فهذا الإسلام شي يقول لك هذا واجب كفاية، أنت أدي اللي عليك. هسا الأمر بالمعروف أثر أو ما أثر؟ هسا أكو احتمال أنه يؤثر في المرة الثانية. أنا نصحت، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، يجي علي أبو حسين أيضا إذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر راح ذاك يصطلح يصير واجب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا أمر وأنت تأمر، يعني يدور على شخص واحد مولاي. هسه شوف هاي القضية مهمة أريد أشير لها، كلش مهمة. أنا أمر بالمعروف وأنت تأمر بالمعروف. شفنا رجل واحد يعمل الحرام، إذا أنا أمرت بالمعروف لا يؤثر، لكن نحن نعلم 100% مو احتمال، الإسلام لا يتكلم عن الاحتمالات، يتكلم عن اليقين القطع. نعم.
قطعا يقينا 100% إذا أبو حسين تكلم ويا هذا الرجل أكيد راح يأثر عليه، فتنقلب الحالة من الواجب الكفاية إلى واجب العيني بالنسبة لك. واضح مولانا؟ لأن أنت تستطيع أن تؤثر عليه، فهذا حكم آخر، مسألة أخرى. واضح مولانا؟ لكن بشكل عام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر وواجب كفائي. طبعا بعد أن بينتم هذا الأمر سمحت شيخ، يعني الطف حمل صورة من صورها، بارك الله فيكم مولاه، هي فلسفة ثورة الحسين، الأمر بالمعروف، علة ثورة الحسين، طلب الإصلاح في أمة جد، الذي دفع الحسين لما سأله محمد بن الحنفية بارك الله فيكم فأجاب عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بارك الله فيكم، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن أأمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي المرتضى. فلسفة خروج الحسين هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمور، يقول الإمام الحسين: ومثلي لا يبايع مثله. فإذا فلسفة خروج الحسين إلى كربلاء لأن شاف انحراف بالدين مولانا، انحراف بالدين، نعم. فهاي الفلسفة الأساسية لثورة الحسين هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر مولانا. هناك صورة من صور الطف وهي مراعاته حرمة الكعبة، بارك الله فيكم، كيف تجلى؟ يعني قد يتبادر إلى ذهن السامع أو المشاهد الكريم يقول: الكعبة أين؟ كربلاء أين؟ ولا يعلم أن المعركة لم تكن محددة بهذه المنطقة الجغرافية، معركة امتدت عبر الزمن، يعني هي معركة الشيطان مع آدم في صورة أخرى، ومعركة مولانا صاحب الزمن عجل الله فرجه ضد السفيانيين وضد بنو أمية اللعناء لعنة الله عليه، لكن هذه الصورة الزمنية كانت الحسين سلام الله عليه راية الله وأولاد اللعناء أولاد الطلقاء راية الشيطان. صحيح مولانا الكريم، الإمام الحسين صلوات الله عليه أول خروجه من المدينة المنورة أين نزل؟ أول مكان نزل به الإمام الحسين عليه السلام نزل في مكة المكرمة. لما نزل في مكة المكرمة وصل الخبر إلى يزيد بن معاوية على أن الحسين عليه السلام وين؟ في مكة المكرمة، فأرسل جلاوزته، أرسل جنود 40، البعض يقول والبعض يقول أكثر أو أقل، بس المشهور أنه 40 من الفسق الفجر المأجورين، قالهم علي برأس الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ما شاء الله على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين وخليفة الله، يقتل إنسانا بغض النظر عن نسبه للزهراء سلام نعم الله عليهم، إنسان آمن يعني لا ذا بالله، بارك الله فيك مولانا الأقدس. بعدين حرمة المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المؤمن عند الله أشد من حرمة الكعبة، حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة. وأراد أن يهتك حرمة من وأي مؤمن؟ إمام افترض الله طاعته على العالمين، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ريحانة رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، ابن علي المرتضى في مكة المكرمة، مولاي دمه حرام والكعبة محرمة وفي شهر الله الحرام ذو الحجة شهر الله الحرام. يعني أنا فقط يتبادر إلى ذهني خطبة النبي صلى الله عليه وآله: أتعرفون في أي شهر أنتم، في أي يوم أنتم، بارك الله فيك، كأنما ما مضمونه، كأنما النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد على حرمة الأيام. صحيح. حرمة الأشهور، حرمة الأماكن، حرمة الأشخاص. فهنا مولاي الكريم بارك الله فيكم، مولاي العزيز، أجل حسين. بعدين احنا عندنا قاعدة: حرمة الكعبة كلما تقترب إلى الكعبة تزداد حرمة، كلما تقترب إلى الكعبة تزداد حرمة، حتى من ناحية الديات، نعم، أو ما يترتب على المحرم مثلا من قتل البعوض أو نعم. مولاي بعد هذا كلما تقترب إلى الكعبة، إلى الكعبة المقدسة، إلى بيت الله، تزداد حرمة. ويقلهم علي برأس الحسين ولو كان متعلق بأستار الكعبة، لهالدرجة هذه. وبالفعل مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه صمم في وسط الحج، صمم الخروج في وسط الحج، خرج الحسين منها خائفا
يترقب كخروج موسى. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى. خائفا يترقب. فإذا خرج الحسين مو خائف على نفسه، لا خائف على الدين، خائف مولانا على هتك حرمة الكعبة. خاف الحسين أنه يقتل في الكعبة وتهتك حرمة الكعبة بقتل الحسين عند الكعبة. واضح مولانا؟ تهتك حرمة الكعبة بقتل الحسين في الكعبة. ولهذا خرج الإمام في منتصف مناسك الحج، يعني خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإن دلت على شيء يدل على إكرام الحسين وتعظيم الحسين وتشريف الحسين إلى الكعبة مولاي. أكيد الأرض كلها والكون كله خلق لأجل الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها أجمعين. أكيد بالفعل المخلوق لأجل شيء يكون أقل منه شرفا. طبعا بارك الله فيك. إذا نأخذ فاصل سمحت الشيخ، بعد الفاصل نستمر ولدينا محورين. إذا انتهيتم من كلامكم مبارك حول هذا الموضوع، إذا لدينا محورين، محور احترام وشائج القربة ومحور رفض البدء بالقتال. بارك الله فيك. مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم بإذنه تعالى. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حياك الله سمحت الشيخ. سلمكم الله إن شاء الله. إذن احترام وشائج القربة. طبعا مولانا الكريم بالنسبة للقربة الله سبحانه وتعالى جعل حدودا وجعل حقوقا بالأحرى أن نقول بالنسبة إلى القربة، ولهذا من أكثر الحدود ومن أكثر الحقوق التي وضعها الله سبحانه وتعالى إلى القربة هي صلة الأرحام. صلة الأرحام يعني صلة القربة، الرحم يعني الذي يتصل بك عن طريق الدم وعن طريق الرحم، هذا قريب إليك، فهذا القريب إلى حق في عنقك، كما أن أنت كذلك لك حق في حقه، هو كذلك له حق في عنقك. فهذا القريب إليك لابد من أداء حقه. من جملة أداء الحق مولانا شنو؟ صلة الأرحام، هاي وحدة. ومن الحقوق الثانية اللي الله أعطى إلى القربة شنو مولانا الأكرم؟ والأقربون أولى بالمعروف. إذا عندك معروف، عندك صدقة، وعندك واحد قريب إليك فقير، فالقريب لك يكون فقيرا ومسكينا أولى بالمساعدة وبالصدقة من غيره. فإذا القربة لهم حقوق مولانا. هسه نجي إلى ساحة كربلاء. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، أبو الفضل العباس أمه من بني كلاب، أمه من بني كلاب. لما جاء أخوال أبي الفضل، يعني مو أخوال أخوان أمه، لا من نفس الطائفة، أجوا أرادوا أن يأخذوا الأمانة لأبي الفضل العباس من يزيد بن معاوية لعنة الله، لعنة الله عليه. والبعض يقول لا، من عبيد الله ابن زياد ابن أبيه لعنة الله عليه. أجوا مولاي أخذوا كتاب الأمان لأبي الفضل العباس، كتاب الأمان أنه هذا مأمون لا تقتلوا مولاي، على اعتبار أنهم يضربون عصفورين بحجر، أولا يشقون صف الإمام الحسين عليه السلام أكيد، والثاني أنهم يبينون أنهم أصحاب قضية رسالية. أي طبعا الحسين هو ضال، وطبعا الإمام العفو أبو الفضل العباس مولانا ترى هذا سهم عظيم إذا أخذوه، أن فيهم رجلا شجاعا بطلا ضغام جيشا بحد ذاته. هذا لما كان الشمر، القضية جميلة هنا، الشمر وعمر بن سعد كان يمشيان بين الجيشين، بين جيش الحسين يتمشون مولانا وجيشهما جيش يزيد بن معاوية. فمن يمشون عمر بن سعد التفت إلى الشمر قال له هؤلاء جمة قليلة، فلندع الخيل أن تسحقهم مع أطفالهم ونسائهم ورجال، بس الخيل تسحقهم كافي، هاي بالآلاف بالآلاف بس تسحقهم. قال له أما تعلم أن فيهم بطلا ضرغام؟ قال له من تعني؟ قال له أبو الفضل العباس بطل، والفضل ما شهدت به الأعداء، الأعداء. فلا بد من جذبه. فهاي قضية الأمان هي صارت لعبة مولاي. نعم. فلما كتبوا الأمان إليه أعطوه بيد الشمر ابن ذي الجوشن. نعم. وقف الشمر، ماذا العجيب هنا مولانا؟ قال له أين بنو أختنا؟ يعني خوال إحنا، أين بنو أختنا؟ البعض يقول على أن الشمر من خوال العباس، لا أبويا، إنما أخواله مو أخوالهم أخوان أمه من طائفة بني كلاب، أخذوا الأمان من عبيد الله بن زياد وعلى رأي من يزيد،
وجاءوا به أعطوه بيد الشمر، والشمر قرأ الكتاب بنفسه على اعتبار أنه مرسول فقط، ناقل فقط. أين بنو أختنا؟ وإلا شنو إلى الشرف الشمر بن الجوشن أنه يكون خالا لأبي الفضل العباس، أبو الفضل مولانا، أبو الإبا، أبو الفضل. يعني حقيقة مولانا أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. يعني أبا الفضل العباس. فمولاي قال له أين بنو أختنا؟ أين كان جالس أبو الفضل؟ يقول كان جالس في خيمة الحسين في مقابل الحسين. سبحان الله، هو جالس الحسين، هو قاعد في مقابل الحسين، فلما سمع صوت الشمر بن ذي الجوشن قال له أين بنو أختنا؟ يقول خجل من أخيه الحسين، لأن قبل شوية زينب كانت تقول له إياك أن تترك الحسين أخي، فنزل رأسه حياء من الحسين، خجل. الله، شوف الأخوة مولانا. يقول نزل رأسه حياء من الحسين، الحسين التفت إليه. شوف مولانا هذا الاحترام للقربة، لأن هذول مهما كانوا أخواله. قال له أجبه يا أبا الفضل ولو كان فاسقة. الله، أجبه، رد عليه، لا تخليه هيك. فرجع خاطر يرد على أخواله، مو على الشمر، لا على أخواله. ومن الشمر حتى، يعني أنا فقط بارك الله، يعني أداخلكم، هناك أستاذ في الحوزة في الكاظمية المقدسة يقول هناك بعض المواقف لأمير المؤمنين سلام الله عليه، اعتدي عليه في بعض المواقف، لكن أمير المؤمنين أبى أن يذكر التاريخ أن أمير المؤمنين حاور فلانا أو فلانا أو فلانا ويقرن مع أمير المؤمنين. من هؤلاء حتى يذكر التاريخ أنه جادلهم؟ صحيح. والآن من هو الشمر حتى أبو الفضل يرد عليه؟ الشيء بالشيء يذكر شيء جميل، نعم، أشار إليه الأستاذ مولانا. فدي يوم من الأيام دخلوا على معاوية بن أبي سفيان لعنة الله، قالوا له من هو ألد أعدائك؟ ألد أعدائك، أكبر عدو لك منه؟ قالهم علي بن أبي طالب. راحوا إلى الإمام سألوه يا أبا الحسن من ألد أعدائك؟ قالهم لا عدو ولي. شوف الإمام إلى غاية، قال له ومعاوية؟ قال عدو الكبير لابد أن يكون كبيرا. الله أكبر، عدو الكبير لابد أن يكون كبير. سلام الله عليك، كلام علي الكلام، دوين الإله وفوق سلمكم الله. فمقام علي بن أبي طالب عظيم. معاوية شنو قيمته خال المؤمنين على أساس هذا خال المؤمنين، وأبو سفيان يصير جد المؤمنين، ويزيد بن خال المؤمنين، وطلعت كلها غوشة وعدم مولانا. شنو قيمته معاوية؟ طلعوا المؤمنين بنو أمية أي وبنو هاشم، هم بربر أتوا وأخذوا الإسلام عن طريق مروان. فمولانا هذه الإشارة، إشارة عظمة علي بن أبي طالب، عدو الكبير لابد أن يكون كبير. والآن نحن في صورة أبي الفضل العباس وشمر، نفس القضية، نفس القضية مولانا. لما أراد أن يرد عليه ما رد عليه هو بنفسه، رد على أخواله، على أخواله، لأنه كذلك أخواله مولانا. لما تريد تنظر من سمع واعيتنا ولم ينصرنا فليتبوأ مقعده من النار، لأن سمعوا واعية الحسين ويدرون من هو الحسين، وسمعوا جهاد الحسين وصوت الحسين. فقال له أعطيناك الأمان يا أبا الفضل أنت وإخوتك. قال له أتعطيني الأمان ولا أمان لابن رسول الله؟ تعطيني الأمان والحسين تقتلوا أنتم؟ رجع، أجاب عليه ثم رجع. الشاهد على أن الحسين عليه السلام ما ترك الشمر، و قول أخوال أبي الفضل العباس هباء منثورة. قال له أجبه بأمر من الحسين، أجبه ولو كان فاسقا. إذن يعني لدينا أيضا رفض البدء بالقتال من قبل الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا هذا من سير المؤمنين ومن سير الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه مولاي قبل البدء بالقتال التفاوض سار. الآن نحن عندنا في كربلاء محل تفاوض الإمام الحسين عليه السلام مع عمر بن سعد، لأن قديما الجيوش تتفاوض في تتفاوض قبل القتال، نعم، يعني تتكلم أنه يجري القتال ما يجري القتال والأهداف والأسباب كذا، إلى أن يتفق على أمر واحد أنه يقاتل أو أن لا يقاتل. فالإمام الحسين فاوض، الإمام الحسين تكلم مع عمر بن سعد، وعمر بن سعد أراد من الحسين أن ينزل على حكم يزيد بن معاوية. الإمام قال له هيهات من الذلة، وكما قال قوله المعروف مثلي لا يبايع مثله.
يعني لا يتكلم فقط عن نفسه خلاص لا، بل يقول يا بشر يا مسلمين يا مؤمنين، من كان يؤمن بالله فليكن مثلي حتى لا يكون مثل أصحاب الرذيلة ممن يبايع الشيطان. الآن مولا نحن عندنا يعني نحن عندنا أولاد يزيد موجودين، مو أولاد الصلبيين، لا عندنا أولاد. مولانا واحد الآن أولاد إبليس موجودين، مو إبليس عنده أولاد، لا اللي يتبع عقيدة إبليس وسير إبليس والشيطان هذا ابن لإبليس. أكو جماعة الآن قاعد يتبعون يزيد بن معاوية، أولاد يزيد، أولاد الحسين موجودين. أنت تصور مولانا اللي يقتل الشيعي، الذي يذبح الشيعي كما تذبح الشاة، الذي يدخل على بيت يقتل بيت شيعة كلهم، أطفال نساء صغار كبار، يقتل طفل عمره سنة وشهرين شنقة شنقا مولاي، إعدام عدمة طفل. هذا مو ابن يزيد؟ هذول مو أولاد الشيطان هؤلاء؟ هذول أولاد إبليس، أولاد الشيطان. يزيد لم يموت. أنا أذكر محاضرة لسيد السيد المدرسي سيد هادي حفظه الله، المحاضرة كانت في إحدى الدول الأوروبية، أنتم تفضلتم على مسألة الطفل. يقول نحن نعلم أن هناك هذه السرنجة كما تسمى التي هي الإبرة، نعم، التي يزرق بها الدواء في الجسم. يقول هناك يعني للكبار وهناك للصغار. يقول هل سمعتم بسهم للصغار؟ صحيح صحيح. فشوفون الظلام مولانا في عهد يزيد بن معاوية، فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فاوض مولاي، فاوض مع عمر بن سعد، والإمام لم يبدأ بالحرب، مع ذلك أنه فاوض مع عمر بن سعد، لكن عمر طلب من الحسين عليه السلام أن ينزل على حكم يزيد بن معاوية، ولم ينزل الحسين عليه السلام، فوقف الجيشان، وأراد أحد أصحاب الحسين أن يرمي، قال لا، أني أكره أن أكون بادئا بالقتال. أو أبدأ بالقتال. واللعين ماذا يصنع؟ يخلي السهم في كبد القوس ويقول اشهدوا لي عند الأمير. الله أكبر، اشهدوا لي عند الأمير. الله يعتز أكبر، يفتخر. شوف الموقفين، شوف الفرق بين هذا الموقف وموقف الحسين عليه السلام، ويرمي على الحسين بسهم ثم يعلن الحرب على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالحسين ما كان يحب القتال، كانت حرب يعني حقيقة الحرب ظالمة. إيه صح، يعني فقط صورة من صور الظلم. أتمنى أن تكون الوقفة معها والنعي لها. بارك الله عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع، حالة عجيبة. أنا أقول لك بس صورة، ما دام ذكرتني بهالأبيات مولانا، صورة واحدة صارت بعد واقعة الطف، قل من الإخوة اللي يسمعها، ودائما على المنابر أقرأها، وهذه السنة سأقرأها كذلك إن شاء الله. آليت على نفسي في كل سنة في كل محرم أقرأ هذه الأبيات. أتمنى لو كان النعي بحراني إن شاء الله. أقرأ في بيت مولانا، بس أسمع النعي اللي يأتي في حال شعور. بارك الله فيكم. زينب والرباب أم الرضيع، زينب والرباب أم الرضيع ناما واحد بصف الثانية بالليل من بعد مقتل الحسين عليه السلام، فالرباب تخلي مهد يمها، مهد يمها، ونص الليل وتقعد، نص الليل تستيقظ مولانا. هاي الأم الفاقدة ولد هيجي، الله يساعد الأمهات الفاقدات أولاد. والله أنا البارحة كنت في بغداد، دخلت في بيت والله العظيم عدها شباب مقتول. هذه المرأة عجيب كانت متأثرة، يعني حالاتها وكلامها كان مؤلم، مؤلم بشكل. شباب مو الرباب عدها رضيع يناغيها وتلعب وياه وترضعه وكذا. فمولاي نص الليل وتقعد، نص الليل وتقعد الرباب. فليلة من الليالي زينب استيقظت، قالت لي يا رباب أراك تستيقظين في منتصف الليل، إيش عندك نص الليل قاعدة؟ قالت لها مولاتي لا تلوميني زينب، إيش خير صاحة تفز بالليل مرعوبة وهزا للمهد بيدي. من رخصة الإمام صاحب العصر والزمان، هذا البيت يجرح والله. أفز بالليل مرعوبة وهزا للمهد بيدي، يما بحلاة النوم يا زينب حسب لي بجولي يدي. عدالي وليدي نص الليل وقعد واستيقظ انا،
بكى وليدي شلون الولد تنساه امه وما تنام لما ما تنومه وحيد وعز عندي يمه وحيد وعز عندي من العذيب وانا ردتك ذخر الايام شيبي ايما ظنيت بيك قط نصيب في خدمتكم مولاي سلمكم الله ما شاء الله سلام الله عليك يا عبد الله الرفيع بارك الله فيكم يعني انا لا اقول الا اسال الله ان تجازيك الزهراء سلمكم الله ان شاء الله ختاما لهذه الحلقه يعني كانت حلقه مليئه بالمواقف والصور وبالكلمات التي تخرج من قلبي طبعا انا على وعد ان شاء الله في الحلقه الاتيه ساقرا لكم البحراني ان شاء الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله الحلقه القادمه ستكون في مجموعه من المحاور منها فضيله التوبه والمساواه ان شاء الله وترجيح طاعه المعصوم على النسب ان شاء الله وايضا العفو عند المقدره هذه في الحلقه القادمه باذن الله تعالى شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ مهدي الطرفي اذا مشاهدينا الكرام الى لقاء قادم نرجو من الله ان يكون بدوله المنتقم للزهراء واهلها بدوله صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الى اللقاء